الصلاة وصاحبها. قال أبو ذر الغفاري: يا مبتغي العلم، صلي قبل ألا تقدر على ليل ولا نهار تصلي فيه، إنما مثل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي سلطان فأنصت له حتى يخرج من حاجته. كذلك المرء المسلم بإذن الله تعالى، ما دام في صلاته لم يزل الله تعالى ينظر إليه حتى يفرغ من صلاته.